انه الاغلبيه يظنوا انفسهم اللي هما مؤثرين بصح هما في الحقيقه متاثرين، لانه للاسف دوكا في الوقت اللي رانا فيه اللي هو عصر السوشيال ميديا هذه رانا نشوفوا يعني اي واحد عنده يبلغ بالك 500 الف متابع، مليون متابع، زوج ملايين متابع يوليو يسموه مؤثر، على الرغم من انه هذا الانسان بالك ما يكون عنده لا فكر لا مستوى ولا حتى حاجه يقدمها للناس باش ياثر فيهم عن كما يقول المصري عن حق وحقيق، يعني ما عندوش حاجه اللي يضيفها للناس هادو باش ياثر فيهم صح، راح ياثروا فيهم يعني كما رانا نشوفوا دوك مالوغوزمون اغلب الناس اللي راهي ناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي عندها ملايين المتابعين اغلب الحاجات اللي ديرها، يعني انا ما نشوفش باللي بالك راح تدير ولا تعطي قيمه لهذاك المتلقي، يعني هذه الاجيال اللي راهي تنشا اليوم اللي اغلبهم مراهقين يعني راح تاثر عليهم بالك بناحيه سلبيه اكثر منها الايجابيه للاسف.